بسم الله، أهلا وسهلا فيكم ويسعد أوقاتكم. راح نحكي في هذا الفيديو عن الوايل ستيتمنت. في البداية وقبل كل إشي لازم نعرف ليش بدنا نتعلم الوايل ستيتمنت. والوايل ستيتمنت هي واحدة من السي بلس بلس ستيتمنتس اللي بتمكننا نعمل جمل تكرار أو الريبيتيشن كنترول ستراكشرز. خلينا نوضح الموتيفيشن بيهايند الوايل ستيتمنت باستخدام هذا الاكزامبل. شوفوا الجدول الموجود أمامنا. في عندنا جدول في علامات طلاب من 1 إلى 6. الطالب الأول علامته 98، 2 علامته 80، لغاية الطالب 6 علامته 88. المطلوب أنه نعمل برنامج C++ يدخل العلامة الأولى ويدخل العلامة الثانية والثالثة والرابعة لغاية السادسة، ويجي برنامجنا يجمع هاي العلامات ويقسمها على 6 مشان نعرف قديش المعدل العام لعلامات الكلاس الموجود عندنا. طيب باللي تعلمناه سو فار كيف ممكن نعملها باستخدام السي بلس بلس؟ اجينا هون عرفنا متغيرات جريد 1 جريد 2 جريد 3 جريد 4 لغايه جريد 6. طبعا انا معرف جريدز هون انا ما استخدمتهم 7 و8 و9 و10 في البرنامج، بس خلينا نشوف جريد 1 لغايه جريد 6. مشان ايش؟ مشان ندخل في جريد 1 98، في جريد 2 80، في جريد 4 ندخل في 80، وهلم جره. لاحظوا كيف تطلع على الشاشه انتر جريد 1 ف سي ان جي 1. لما مشينا البرنامج في جي 1 دخلت 98، سي ان جي 2 دخلت 80، سي ان جي 3 دخلت 67، جي 4 دخلت 80، سي ان جي 5 دخلت 66، سي ان جي 6 دخلت 88. هلا على برنامجنا على سطر 19 المتغير افريج اللي هو من نوع دبل حسب جي 1 زائد جي 2 لغايه جي 6 وجمعهم وقسمهم على 6 مشان يطلع الافريج، وطبع الافريج ايكوال زي ما انتم شايفين على الشاشه 79.8333. لاحظوا هاي العمليه الموجوده امامنا على الشاشه، انه مشان ادخل ست علامات اضطريت اعرف على الاقل ست متغيرات. سي اوت ستيتمنت طبعتها ست مرات، السي ان استخدمتها ست مرات. طيب ليش التعب هذا؟ يعني هل بقدر اعرف متغير واحد وادخل فيه العلامه الاولى واجمعها وبعدين ادخل العلامه الثانيه واجمعها؟ هل بقدر بس اكتب في برنامجي جمله واحده انتر ذا جريد اوف ذا ستودنت؟ وهل بقدر استخدم سي ان واحده؟ هاي عمليه التكرار اللي شايفينها امامكم اول شيء مزعجه ومكلفه في الوقت، اثنين احيانا مش عمليه. يعني في برنامجنا هذا اللي فيه ست علامات لست ستودنتس ماشي الحال، بس افرض عندك 1000 ستودنت، افرض عندك داتا من داتا بيس تقراها فيها مليونز اوف ريكوردز، مش معقول تظل تكرر في نفس الاوامر اكثر من مره. فعشان هيك احنا بنلجا لاستخدام الريبيتيشن كنترول ستراكشرز واللي الوايل واحد منها. نشوف في السلايد هاب في الوايل ستيتمنت ستراكشر احنا بيكون في عندنا اكسبريشن. طالما انه الاكسبريشن هذا ترو والايفالويشن له ترو، بنفذ انا ستيتمنت او بلوك اوف ستيتمنتس وبرجع بفحص الاكسبريشن كمان مره. اذا الاكسبريشن ايفالويشن له ترو بنفذ هاي الستيتمنتس وبرجع من جديد بفحص الاكسبريشن، اذا ترو بعيد تنفيذ الستيتمنت وبرجع بفحص كمان مره، اذا طلع فولس مثلا بطلع من الريبيتيشن كنترول ستراكشر او بعمل اكزيت من اللوب هذا اللي موجود امامنا. لاحظوا العمليه الحلقه هاي هي عباره عن لوب. نوضح العمليه في اكزامبل. نفس الاكزامبل اللي كان امامنا قبل شوي، احنا عندنا هاي الستودنتس وهذول علاماتهم، بدنا نحاول نكتبها باستخدام الوايل ستيتمنت. فكيف عملنا في الاكزامبل الموجود امامنا؟ عرفنا الجريد مجموع العلامات صم من نوع انتجر، الافرج اللي هو المعدل دبل، عرفنا متغير بنسميه لوب كنترول فاريبل اللي رايحين نعد عدد العلامات فيه او عدد الستودنتس، فالكاونتر اللي هو سي ان تي من نوع انتجر وبلشنا له في قيمه ابتدائيه صفر.
هلا بالاكسبريشن الموجود امامنا بنفحص هل اللوب كنترول فاريبل اللي هو السي ان تي هل هو اقل من 6؟ يعني احنا بدنا نعد لغايه 6 علامات، فهل هل الصفر اقل من 6؟ نعم، بنضيف على الكاونتر 1، صار عندنا 1 بنقول له انتر جريد نمبر 1، الكاونتر لانها قيمتها 1 فسي ان جريد، فبتدخل العلامه الاولى للستودنت الاول، الجريد هاي بنخزنها بنجمعها فوق الصم، يعني الصم يساوي الصم زائد الجريد. هلا بالوايل اند هون بدي ارجع اعمل تشيك كمان مره على الاكسبريشن، هلا الاكسبريشن الكاونتر صارت 1، صارت قبل شوي كانت 1، 1 اقل من 6، هلا بنزيدها 1 لان بدنا ننتقل للستودنت اللي بعده، انتر جريد وستودنت نمبر 2، دخلنا علامه الطالب الثاني وجمعناها في الصم، بنرجع نعمل تشيك كمان مره على الاكسبريشن، عندنا الاكسبريشن 2 اقل من 6 بتصير ننتقل للستودنت الثالث، وهل مجرة لغايه لما نوصل للستودنت رقم 5، الستودنت رقم 5 اقل من 6، انتقل للستودنت السادس، دخل علامته واجمعها. هلا لما نرجع هون كمان مره، هل 6 اقل من 6؟ لا، 6 مش اقل من 6، وبالتالي بدنا نعمل اكزيت، بنطلع خارج اللوب. طبعا احنا لما بنطلع خارج اللوب بنطلع بعد سطر 13 بننتقل لسطر 14، بيكون الصم فيها ايش؟ مجموع العلامات لست طلاب، مجموع العلامات لست طلاب بقسمه على 6 وبحصل على الافرج. لاحظوا انه الصم هو من نوع انتجر والكاونتر من نوع انتجر، فاذا بقسم انتجر على انتجر بيطلع لنا قسمه صحيحه، مشان يكون عندي الجواب في فراكشن جزء عشري لازم ايش؟ احول الصم لدبل، وكيف بحولها لدبل؟ بحولها بشكل اكسبليسيت باستخدام الامر اللي مر معنا سابقا باستخدام الستاتيك كاست لدبل، وبالتالي بطبع قيمه الافرج، الافرج ايكوال افرج، وبالتالي هذا البرنامج نيت اكثر، مرتب اكثر، وسهل اكثر نفهمه من البرنامج هذا اللي عملناه باستخدام الجمل العاديه، جمل تكرار ممكن تكون مفيده وريدبل، لكن بنفس الوقت لازم نركز انه جمل تكرار ممكن يكون فيها مشاكل، يعني مثلا لو على سطر 9 الكاونتر ما عملت له كاونتر بلس بلس، فبلشنا الصفر اقل من 6 بدخل علامه، بيرجع كمان مره الصفر اقل من 6 برد يدخل علامه، بيرجع كمان مره صفر اقل من 6. لاحظوا ان اللوب هذا اذا 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 انا فشلت في اني اعدل قيمه اللوب كنترول فاريبل او الكاونتر ما حدثتها داخل اللوب، راح يصير اللوب هذا متكرر فور ايفر، او بنسميه انفينيت لوب، او بنسميه لوب غير منتهي، وبما معناه انه الكمبيوتر بيعلق في تنفيذ اللوب هذا وما بيطلع منه، وهذا من الاخطاء الشائعه في السي بلس بلس. من الاخطاء الشائعه الثانيه انه انا عندي 6 طلاب، بجوز اني اذا كنت مبرمج مبتدئ اروح ادخل علامه ل7 طلاب، يعني بما معناه بدال 6 ادخلهم 7، او بدال 6 ادخل علامات ل5 طلاب، فهذا بنسميه الاوف باي 1 ايرور، اني يا اما بزيد 1 او بنقص 1، لازم ننتبه ليه. ومشان نكون دقيقين في هاي العملية، احنا بنفحص عادة عند بداية اللوب وعند نهاية اللوب. شوف عند بداية اللوب صفر اقل من 6 صارت الكاونتر 0 زائد 1 1، اوكي هون بدخل علامة الطالب الاول ما في مشكلة. طيب لما كانت 5، 5 اقل من 6، اذا 5 هون صارت 6 لانه كاونتر بلس بلس، اوكي دخل هون علامة الطالب رقم 6، دخلنا علامة الطالب رقم 6، اوكي رجعنا على اللي بعده 6 اقل من 6 طلعنا، فاذا دخلت انا ضمنت اني ادخل علامات من 1 ل6 واجمعهم. راح نشوف هذا الاكزامبل بشكل عملي على المايكروسوفت فيجوال ستوديو. بهيك بنكون وصلنا لنهايه الفيديو المخصص لهذا الجزء، نراكم على خير والى اللقاء.